مساء الخير. طقس العاصف اللي عم نشهده رح يستقر تدريجياً لبكرة الخميس مع أمطار صباحية ومتفرقة. إذن جو غائم جزئياً لبكرة، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ مثل العادة من الشمال، وعكار عم بتسجل 17 درجة، طرابلس 18، العاصمة بيروت وصور عم بيسجلوا 19 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 15، لقلوق 6 درجات، زحل 16 درجة، وجزين 12 درجة. نسبة رطوبة الساحل عم توصل ل 70%. الريح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للخميس نشهد أمطار صباحية متفرقة ليستقر طقسنا تدريجيا، ودرجات الحرارة بتسجل ساحلا 19 درجة. للجمعة، السبت والأحد جو مستقر ودافئ بيسيطر على أجواءنا بسبب كتلة هوائية حارة قادمة من مصر، ترفع درجات الحرارة لل 21 درجة للجمعة، 24 درجة لنهار السبت، و 27 درجة لنهار الأحد. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقوني بكرة بنشرة جديدة وبذات الوقت. تصبحوا على خير.